بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنستكمل سلسلة المحاضرات الإلكترونية في علم المساحة. الموضوع الرئيسي عندنا النهاردة هو موضوع الميزانية الهندسية. المحاضرة بتاعتنا بتنقسم إلى 4 أبواب. الباب الأول بيتناول أهمية وأهداف وطرق قياس الميزانية. الباب الثاني بيتناول الطريقة المباشرة لقياس المناسيب. هذا الباب بينقسم إلى مجموعة من الفصول بتتناول العديد من الموضوعات الخاصة بالميزانية زي الأدوات والأجهزة والتركيب الداخلي والنظرية الأساسية والأعمال الحقلية وطرق تدوين وحساب أرصاد الميزانية وأعمال المعايرة، ثم الفصل الأخير احتياطات تنفيذ أعمال الميزانية. الباب الثالث بنتناول فيه بصورة موجزة الطرق الغير مباشرة لقياس المناسيب. والباب الرابع والأخير بيتناول فكرة عامة عن أدوات الموازين البسيطة في أعمال الهندسة المدنية والمعمارية. الباب الأول أهمية وأهداف وطرق قياس الميزانية. بنعرف الميزانية الهندسية ان بنقول اللي هي من خلالها ان انا بقدر بحدد ارتفاع او انخفاض النقط المساحية بالنسبة لبعضها او بالنسبة لمستوى مرجعي او بنسميه مستوى مقارنة ثابت. هذا المستوى عادة في المشاريع الهندسية الكبيرة بناخده هو المنسوب المتوسط لسطح البحر اللي احنا بنسميه المين سي ليفل. المنسوب المتوسط على مدار العام بيبقى هو الريفرنس بتاعي، ودي بنسميها احنا مناسيب مطلقة. مناسيب مطلقة يعني الصفر بتاعها هو منسوب سطح البحر، وبقدر انفذ المشروع الهندسي بتاعي مقارنة بهذا المستوى. ولكن في المشاريع المحدودة، المشاريع الهندسية المحدودة اللي مش مرتبطة بشبكة الجمهورية، على نطاق ضيق جدا بعمل مبنى، بعمل طريق صغير، بعمل اي منشأ هندسي، ده بطلق عليه على هذا المستوى المقارنة بتاعي مستوى مقارنة افتراضي. وكل المناسيب اللي بقيسها من هذا المنسوب بسميها مناسيب محلية. أهمية وأهداف أعمال الميزانية بنقول إن هي من أهم الأعمال، هي العنصر الأساسي المبدئي والنهائي لكثير من الأعمال الإنشائية زي أعمال المباني والطرق والسكك الحديدية وخلافه. أهدافها زي ما قلنا قبل كده ان انا بربط مناسيب النقط المساحية بعضها بعض، برسم قطاعات طولية وعرضية، برسم من خلالها خرائط كونتورية، وبرسم ايضا او بحسب منها ايضا مكعبات الحفر والردم لأي جزئية عاوز احسبها. طرق قياس الميزانية بتنقسم الطرق الى قسمين اساسيين: طرق مباشرة، دي بنسميها Direct Leveling Method، دي طريقة واحدة بس اللي بنسميها Spirit أو Differential Leveling، بتعتبر هي الأدق، ودي اللي هنشرحها بالتفصيل في الباب التاني. نمرة 2 طرق غير مباشرة اللي هي الـ Indirect Leveling Method، دي بتنقسم إلى ميزانية مثلثية، ميزانية بارومترية، وميزانية هيدروستاتيكية أو ميزانية باستخدام أجهزة استقبال الأقمار الصناعية. دي هنتطرق ليها برضو في الباب التالت ولكن بصورة موجزة. الباب الثاني اللي قلنا في الأول خالص بينقسم إلى مجموعة من الفصول بنبدأ بيه اللي هو عبارة عن الطريقة المباشرة لقياس المناسيب. بيطلق عليها الميزانية الفرقية اللي هي السبيريت ديفرنشال أوردينري أو إنجينيرز ليفلينج، علشان خاطر لما تيجي تدور في النت ما تلتزمش بكلمة ليفلينج بس، لابد بعض الأحيان الناس بتستعمل إنها الأوردينري اللي هي الميزانية العادية أو الميزانية الهندسية أو الميزانية الفرقية أو الميزانية اللي بنستخدم فيها ميزان التسوية. دي كلها مسميات لموضوع الميزانية. الحاجة التانية اللي عايزين ننوه عليها بالنسبة للنت، كلمة ليفلينج بالإنجليزي LEVLLING، بالأمريكان LEVEL1ING، فممكن تبحث مرة بدبل ال وممكن مرة تبحث بال واحدة.
قلنا بتعتبر هي الطريقة الأدق لتحديد مناسيب النقط المساحية، لأن دي طريقة مباشرة. بتتكون طريقة القياس من استخدام بعض الأدوات والأجهزة. بستخدم جهاز الميزان، بيحتوي على تلسكوب. هذا التلسكوب مزود بعدسات ومناشير بصرية. هذا الجهاز بيشمل فيه أيضا ميزان تسوية مثبت على قاعدة الميزان، دي عشان خاطر أقدر أوجه منه أو أخلي الرأس دي يقدر يبص بيه على القائمة اللي برصد عليها. في عندي حامل ثلاثي، هذا الحامل إما بيكون خشبي أو معدني، والهدف منه إن أنا بحط عليه الميزان بتاعي، ودوت بيكون ارتفاعه متغير عشان أقدر أناسب مستوى خط نظر الراصد. أو في قائمة خشبية أو معدنية، ودي عبارة عن مسطرة مدرجة إلى أمتار وديسيمترات وسنتيمترات. هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل في الجزء اللي جاي. الباب الثاني، الفصل الأول، هنمسك بقى الأدوات والأجهزة دي ونشوف بالتفصيل كل واحدة بتدل عندنا بأنهي معنى. أنواع الموازين الهندسية، هنشوف الموازين من حيث العمل، من حيث نظرية العمل أو التركيب، أو من حيث الدقة. نبدأ الأول من حيث نظرية العمل أو التركيب. بنقول إنها بتنقسم إلى ميزان ديمبي، ميزان ذات الإمالة، ميزان دقيق أو ميزان جيوديسي، ميزان أوتوماتيكي، ميزان الليزر، ميزان رقمي، أو التدليت ومحط الأرصاد المتكامل. كل دي ممكن أجري بيها الميزانية المباشرة. طيب، الاختلاف ما بين الموازين من حيث الدقة، قلنا بتختلف تبعا لقوة تكبير المنظار، حساسية فقاعة ميزان التسوية. بتنقسم إلى ميزان دقيق اللي هو البريسايز ليفل، أو ميزان متوسط الدقة، أو ميزان منخفض الدقة. الفرق بينهم دايما في قوة تكبير العدسات. النوع الأول بستخدمه في الأعمال الهندسية اللي عاوزة دقة عالية، زي النقل منسوب الربير المساحي، زي قياس الهبوط، الأعمال المعدنية كلها، المنشآت المعدنية والكبار المعدنية، دي كلها بستخدم لها ميزان دقيق. ميزان متوسط الدقة، وده أعتقد هو الأكثر شيوعا وأكثر استخداما، وده بيستخدم في معظم المشاريع الهندسية. الميزان المنخفض الدقة ده بستعمله في حساب، في عمل خرائط كونتورية الدقة فيها ما بتبقاش عالية قوي، في المنشآت القريبة، في بتبقى يعني حاجات كلها مش محتاجة دقة عالية. بنمسك أول جهاز أو أول عيلة عندنا، أو أول فرق في الأجهزة بتاعتنا، اللي بنسميه ميزان ديمبي. ميزان ديمبي ده عبارة عن، بنشوف مكوناته، عبارة عن جهاز مثبت عليه المنظار من الأعلى زي ما احنا شايفين، في منظار موجود عندنا من الأعلى، في قاعدة الميزان، أدي قاعدة الميزان موجودة عندي، القاعدة دي موجودة مرتبطة بالمنظار بتاعي. هذا الميزان بيطلق عليه بيلدرز أو انجينيرز ليفل، بسيط جدا. ده كان بداية من الموازين القديمة الموجودة في السوق، دوت مثال للموازين القديمة، ده الشكل القديم بتاعها، ودوت الشكل الحديث بتاعها. في بعض الموازين القديمة كانت مجموعة العدسات البصرية مقلوبة، ولذا كانت بتحتاج ان نحط القائمة بتاعتي في وضع مقلوب اثناء الرصد. الشكل الثاني عندي، او النوع الثاني عندي من الموازين، اللي هو ميزان ذات الإمالة. ميزان ذات الإمالة من الاسم بتاعه ان انا بقدر اعمل إمالة لمحور المنظار الرأسي، محور المنظار، اسف، محور المنظار الافقي. بقدر اعمل له إمالة بسيطة من خلال مسمار موجود عندي هنا اهو. المسمار ده بيقدر يميل لي إمالة في الوضع العمودي على الافقي اللي فوق او اللي تحت، زي ما احنا شايفين اهو، ادي المسمار بتاعي، وده بيديني دقة اعلى شوية، وبقدر اظبط بيه القامة ويديني قراءات اكثر دقة. ولكن دوت بيحتاج مزيد من الوقت والمجهود، ومبقاش موجود في السوق كتير كما سبق قبل كده. الميزان الدقيق او الميزان الجيوديسي ده يعتبر زي ما قلنا قبل كده من ادق الموازين المساحية. ده بيكون في الداخل مزود بمايكرومتر. الهدف بتاع المايكرومتر دوت انه بيقرالي الكسر بتاع القامة، كسر القامة بتاعتي، يعني الجزء الصغير بتاع قراءة القامة بيقدر يقسمه هو على الميكرومتر دوت إلى 50 قراءة أو 100 قراءة، وبيقدر يجيب لي كسر النص سنتي
اقدر اقراها على الميزان بتاعي. طبعا بتبقى العدسات بتاعته حساسيتها اعلى، ميزان التسويه بتاعته حساسيته برضو اعلى. العدسات قوه تكبيرها اعلى، والموازين التسويه حساسيتها اعلى. دوت مثال للامات بتاعت ميزان الدقيق او الميزان الجيوديسي. ده الميزان الاوتوماتيكي، ده عباره عن بيحتوي على منظومه ميكانيكيه بتبقى موجوده داخل المنظار، وهنشوف بالتفصيل بعد كده التركيب الداخلي بتاعه، ولكن ده بندي فكره عامه عنده. ان انا اول ما بظبط الميزان ظبط مبدئي الى حد ما، بجيب فقاعه تسويه الى حد ما في المنتصف بالتقريب، بالظبط معايا خط النظر داخل المنظار افقيا تماما. بعد كده في عندنا موازين الليزر او ميزان الليزر، ده بيجمع بين السهوله والسرعه في تنفيذ اعمال ميزانيه. بيحتوي على مصدر زي ما احنا شايفين، في سورس داخلي جوه الجهاز، هذا السورس بيديني شعاع ليزر. شعاع الليزر دوت بيعبر عن شعاع دوار، اما يكون شعاع افقي او راسي، يعني بيدينا مستوى افقي زي ما احنا شايفين اهو، يا اما بيدينا مستوى راسي. هذا الشعاع بستقبله على وحده خاصه، الوحده دي بتقدر تستقبل لي وبتقول لي انا فعلا اعلى شويه او اوطى شويه، بالانديكيتور دوت بيبان معايا موضوع النسوب ماشي ازاي. زي ما احنا شايفين دي الاشكال بتاعت الشغل بتاعنا هنا اهو، ادي الجهاز شغال لوحده، وادي الراجل ماسك القامه، وعشان كده بنسميها وان مان ليفلنج، يعني مش محتاجه اتنين، واحد يقف على الجهاز واحد يقف على القامه، لا هو شخص واحد بس اللي بيشتغل. نفس الكلام هنا في الاسقف المعلقه، في الواجهات الالومنيوم، في الحاجات دي كلها بيبقى سهل جدا في الشغل. بعلقه في مكان ثابت بيديني خط افقي تماما او مستوى افقي، بقدر اقيس منه الارتفاعات بتاعتي، وبقدر احدد منه اظبط منه الواجهات اللي انا عاوز اعملها او الاسقف اللي انا عاوز اعملها. بعد كده عندنا الميزان الرقمي، هو ميزان عادي جدا برضه في منظار وتكمل منظار، ولكن القراءه فيه بتطلع بدل ما بقراها على القامه، بتطلع لي القراءه موجوده على شاشه، لان انا هنا القامه بتاعتي هنا عباره عن نظام الباركود، والباركود دوت معمول زي بالظبط نظام السوبر ماركت، عباره عن كارت مواند موجود جوه الجهاز بيقدر يتعرف على الكود دوت وبيحول لي القيمه دي الى مناسيب. ده بنسميه الميزان الرقمي او الالكتروني، ولكن انتشاره ما بقاش كتير قوي زي ميزان الليزر. بعد كده التوديليت ومحط الرز المتكامله بقدر استعملهم في الوضع الافقي، ان انا دخلتهم افقيا تماما بقدر استعملهم كميزان هندسي، اللي هو التوديليت او التوتال ستيشن، التوديليت او التوتال ستيشن اللي هي محطه الارصاد المتكامله. الأدوات والأجهزة اللي بنستخدمها في الميزانية، الجزء الثاني منها اللي هو حامل الميزان. حامل الميزان دوت اللي هو عبارة عن حامل ثلاثي، قلنا زي ما قلنا قبل كده عبارة عن حامل خشبي زي ما احنا شايفين بالصورة بتاعته، عبارة عن منزلق، جزئين منزلقين داخل بعض، علشان خاطر الارتفاع دوت بيحددوا لي ارتفاع الراصد اللي هيرصد على الميزان. حسب طول ارتفاع الراصد بقدر أحدد وإيه أظبط ارتفاع الحامل بتاعي. يا اما بتكون الحوامل دي حوامل خشبيه او حوامل معدنيه زي ما احنا شايفين اهو، يا اما حوامل خشبيه يا اما حوامل معدنيه اللي هي حوامل الومنيوم. الجزئيه الثالثه من الادوات اللي بستخدمها في الميزانيه اللي هي القامه، والقامه بتصنع من الخشب او الالومنيوم او الفايبر جلاس. الكروس سكشن بتاعها، القطاع بتاعها بيكون يا اما مستطيل او مربع او دائري. اشكالها يا اما بتبقى قطع واحده او مفصليه أو منطبقة، أو بنسميها منزلقة اللي هي عبارة عن متداخلة لإيه؟ تلسكوبية. أطوال الأمات دي بتتراوح من متر إلى 6 متر، تدريجها برضه بيكون إلى أمتار، ديسيمترات، سنتيمترات، وبعضها بيدرج من الخلف إلى مليمترات. وضع القامة، إما بيكون القامة عدلة أو القامة مقلوبة، وده بيتوقف على وضع وتركيب العدسات في الميزان المستخدم. زي ما احنا شايفين كده دوت شكل الامات بتاعنا، دي قامه منطبقه اربع اجزاء زي ما احنا شايفينها اهو، دي قامه منطويه لانها بتنطوي جزئين اتنين مع بعض، ودي بنسميها احنا قامه منزلقه او متداخله او تلسكوبيه، وهي دلوقتي دي الاكثر شيوعا والاكثر استخداما.
هنا نفس الكلام، في الخلف ممكن بتلاقي القامة دي مدرجة إلى ملي مترات. القامة دي بتسمى الإي ستاف، أو القامة اللي على شكل حرف إي. دي الأشكال بتاعتنا المختلفة للقامات. أدي القامة اللي بنتكلم عليها، في أشكال متعددة وكثيرة، ولكن الأكثر شيوعا واستخداما في مصر هي القامة اللي على حرف إي. في شكل تاني بيكون مدرج إلى سنتيمترات زي ما احنا شايفين بالتفصيل أهو، وأدي خلف القامة بيكون إما مدرج لسنتيمترات زي ما احنا شايفين وملي مترات، عشان خاطر لو بعمل ميزانية أدق شوية من ميزانية السنتيمترات. ننتقل دلوقتي للباب الثاني، الفصل الثاني اللي هو التركيب الداخلي والخارجي للميزان. دلوقتي زي ما احنا شايفين دوت المنظار بتاعنا، تعالوا نشوف المكونات بتاعته. علشان نشرح المكونات بتاعته بنبدأ دايما من أعلى جزء فيه. أعلى جزء فيه إن هو عبارة عن الناشنكاه، والناشنكاه دوت عامل زي الناشنكاه بتاع البندقية. الهدف منه إن بوجه توجيه مبدئي على الهدف اللي بوجه عليه، يبقى الناشنكاه الهدف بتاعه توجيه مبدئي. أسفل الناشنكاه في المنظار أو التلسكوب زي ما احنا شايفين أهو، وده عبارة عن أسطوانة معدنية زي ما احنا شايفينها، أسطوانة معدنية موجود فيها جميع العدسات والمناشير بتاعت الميزان. العدسات والمناشير الضوئية موجودة كلها داخل هذه الأسطوانة المعدنية. بتبدأ من عدسة اسمها العدسة العينية، وبتنتهي عند عدسة اسمها العدسة الشيئية. العدسة العينية دي اللي تبقى مواجهة لعين الراصد، العدسة الشيئية دي اللي تبقى مواجهة للهدف بتاعي. بعد كده بيكون مثبت على هذه الأسطوانة مسمار، أو على التلسكوب مسمار، بسميه مسمار توضيح الرؤية أو مسمار التطبيق. دوت بيحرك داخليا المسافة بين العدسات عشان يدينا صورة أوضح، تبعا لدرجة كفاءة عين الراصد بتاعي. بعد كده بلاقي إن في قاعدة موجودة عندي اللي بنسميها التراي براخ، أو القاعدة بتاعتي الموجودة. القاعدة دي مثبتة مع جسم الأسطوانة بتاعتي، مع جسم التلسكوب. على هذه القاعدة بلاقي في مراية زي ما احنا شايفينها اهي. المراية موجودة، المراية دي الهدف منها انها بتعكس الصورة اللي جاية لي من ميزان التسوية الدائري. ميزان التسوية الدائري، ميزان الفقاعة الدائري، عبارة عن فقاعة دائرية موجودة داخل اسطوانة معدنية اللي احنا بنطلق عليها ميزان التسوية الدائري. مع القاعدة دي في مسمار بتاع الحركة الأفقية البطيئة، ده بيحرك لي المنظار أو بيحرك لي مجموعة الميزان كلها لليمين واليسار حركة بطيئة. بعد كده عندي في مسامير التسوية، ودول عبارة عن 3 مسامير للتسوية. وبعدين بعد كده في عندي قاعدة الميزان الموجودة تحت خالص. يعني المحورين الرئيسيين للمنظار هو المحور الأفقي للمنظار، ده اللي احنا بنطلق عليه المحور الضوئي أو المحور الهندسي، وهو الواصل من مركز العدسة العينية إلى مركز العدسة الشيئية. المحور الرأس الأحمر دوت ده المحور اللي بيدور حواليه الجهاز في مستوى أفقي، ده بنسميه المحور الايه الرأسي للميزان. دي نفس المسميات ولكن باللغة الإنجليزية، علشان اللي يحب فيكم يطلع على أي معلومة في النت ولا حاجة يبقى عارف كل اسم عندنا مقابله بالعربي بقبله بالإنجليزي. دوت اللي هو الجان سايت اللي هو الناشنكا، دوت الفوكس كنوب اللي هو مسمار التطبيق، دوت الاي بيس اللي هو العدسة العينية، ده اللي هو العدسة العينية، وهنا دوت العدسة الشيئية، دوت محور خط النظر اللي هو اللاين اوف سايت،
ده مسمار الحركة الأفقية البطيئة زي ما احنا شايفينه اهو، اللي هو السلو موشن. في ميزان التسوية اللي هي البابل، في عندنا فوت سكرو اللي هو المسامير التسوية، في عندنا الترايفت اللي هو القاعدة اللي بترتبط بيها الجهاز الميزان مع الحامل، وبعد كده في عندي اللي هو المحور الرأسي الداخلي، وفي عندي كده المحور الأفقي أو المحور الهندسي اللي هو واصل ما بين مركز العدسة العينية والعدسة الشائية. تعال نشوف المكونات الأساسية دي كده مع بعض مكتوبة تاني. الناشنكا هو أعلى جزء في الميزان، يستخدم للتوجيه المبدئي على القمع. المنظار التلسكوب اسطوانة معدنية مثبت بداخلها جميع العدسات الخاصة بالرؤية، مثبت عليها من الخارج بعض المسامير زي ما قلنا زي مسمار التطبيق. في عندي عدسة عينية، ودي العدسة الأولى المقابلة لعين الراصد، بتستخدم لمساعدة في التوجيه على القامة. العدسة الشائية هي العدسة الأخيرة في المنظار مقابلة للقامة. مسمار توضيح الرؤية اللي هو مسمار التطبيق اللي هو الأوبجكت فوكس سكرو، ده من خلاله بقدر أغير المسافة من العدسة العينية والشائية لتوضيح صورة الهدف. مسمار الحركة الأفقية بيستخدم عشان خاطر أقدر أحرك الميزان يمينا ويسارا حول المحور الرأسي بتاع الميزان. ميزان التسوية يا إما بيكون ميزان تسوية طولي أو ميزان تسوية دائري، وده بيستخدم لضبط أفقية الجهاز وخط النظر، وعشان خاطر أعمل بيه مستوى أفقي وهمي عمودي على خط تسامة الراصد. وميزان التسوية زي ما نقول يا إما بيكون ميزان تسوية داخلي أو خارجي. بعد كده عندي الدائرة الأفقية عبارة عن منقلة مدرجة إلى درجات أو قصور أو نص درجة، بيزود الميزان بدائرة خارجية أو داخلية أو غير مزود بدائرة أفقية تماما. يعني في عندنا أنواع من الموازين بيكون فيها دائرة داخلية أو دائرة خارجية أو بدون دائرة أفقية خالص. بعد كده عندي مجموعة ضبط الأفقية اللي هي الليفلنج هيد، عبارة عن لوحين معدنيين دائريين متوازيين، دي مجموعة الضبط كلها، بينهما ثلاث أو أربع مسامير للتسوية. المجموعة دي كلها عبارة عن ثلاث أجزاء. الترايبراخ وده اللي قلنا عليه، ده عبارة عن أول لوح معدني فوق خالص مثبت عليه المنظار وكذلك مسامير الحركة الأفقية. بعد كده عندي الفوت سكرو اللي هي مسامير التسوية الثلاثة، دي عشان خاطر بعمل منها الضبط المؤقت للميزان. وبعد كده عندي قاعدة الميزان اللي هي البيز بتاعتي عبارة عن لوح معدني دائري. إذا الثلاثة دول مع بعض بنسميهم الليفلينج هيدز، بيتكون من الترايبراخ، من مسامير التسوية، ومن قاعدة الميزان. بالنسبة للمحاور الرئيسية للميزان زي ما قلنا قبل كده، في عندي محور خط النظر، دوت هو الخط الواصل بين نقطة تقاطع حامل الشعرات ومركز العدسة الشائية، وهنشوف الحاجات دي كلها بالتفصيل على الرسم. المحور الضوئي اللي هو اللاين اوف كوليميشن هو الخط الواصل بين مركزي العدستين العينية والشائية. المحور الرأسي هو المحور العمودي على المحور الضوئي. بالنسبة للموازين المزودة بميزان تسوية طولي، بيكون محور ميزان التسوية الطولي هو المحور الأفقي الموازي لمحور الضوئي للميزان. بالنسبة للموازين المزودة بميزان تسوية دائري، بيكون محور ميزان التسوية الدائري هو المحور الرأسي الموازي للمحور الرأسي للميزان، اللي هو في نفس الوقت المحور العمودي على المحور الضوئي. دي عندنا أشكال موازين التسوية زي ما احنا شايفين اهو. ادي ميزان تسوية طولي، وادي الميزان مزود بميزان تسوية طولي، دوت ميزان تسوية دائري، وادي الفقاعة بتاعتي موجودة هنا اهو، دوت بلان لميزان محطوط عندنا، وادي ميزان التسوية الدائري. زي احنا قلنا قبل كده ان لازم يكون محور ميزان التسوية الطولي يوازي المحور الضوئي للميزان. هنا هيبقى دوت عمودي الموازي، يعني هيبقى عمودي على هذا المستوى، يعني بالظبط يكون بيوازي المحور الرأسي للميزان. بالنسبة للتركيب الخارجي للميزان من كلا الجانبين، هنا خدنا الميزان ولفناه 180 درجة عشان تعرف كل شكل من الناحية التانية بيبان ازاي. الميزان اللي احنا شايفينه قدامنا دوت مزود بدايرة خارجية
بداية الأفقية الخارجية عبارة عن منقلة. هنا عندي ميزان تسوية دائري موجود أهو، دي المراية بتاعته، دوت مسمار الحركة الأفقية، ده هنا مسمار التطبيق، ودوت الليفلنج هيد اللي قلنا عليها، اللي عبارة عن 3 أجزاء، عبارة عن تراي براخ والمسامير التسوية والبيز بتاعتي. ادي اهو، ادي العدسات بتاعتنا، دي العدسة العينية بيخش جوه، في عدسة اسمها عدسة حامل الشعرات او في حامل الشعرات بتاعتي، وبعد في عندي عدسة اسمها العدسة الشائعية. الخط الواصل اللي هو الاحمر ده واصل من مركز العدسة العينية للعدسة الشائعية، ده بسميه خط المحور الضوئي. الخط الواصل من مركز العدسة الشائعية الى محور خط النظر، الى مركز العدسة العينية الشيعية، ده بسميه محور خط النظر. زي ما احنا شايفين اهم، واحد بيبدأ من العدسة العينية والتاني بيبدأ من حامل الشعرات، ودوت هو المحور الرأسي للميزان. زي ما احنا شايفين فقاعة اهي، لو فقاعة دائرية يبقى اذا محورها بيوازي المحور الرأسي للمنظار، لو فقاعة دائرية. طب لو فقاعة طولية يبقى لازم الفقاعة الطولية يكون محورها يوازي المحور الضوئي للميزان. ده اتجاه مسار خط النظر في الميزان الاوتوماتيكي، عبارة عن زي ما قلنا في عندنا حاجة في اسمها كومبنسيتور ميكانيزم، اللي هي مجموعة الكومبنسيتور دي، عبارة عن منظومة ميكانيكية. بلاقي ان في عدسة عندي هنا معلقة على مجموعة من المناشير، معلقة على اسلاك خفيفة زي ما احنا شايفين اهي، بتعمل انحراف لخط النظر وهو داخل حسب اتجاه الجاذبية. فالمنشور دوت لما يكون الميزان إلى حد ما أفقي بالتقريب، بلاقي إن الكومنسيتور دوت بيتجه أوتوماتيك إلى خط الجاذبية، إلى الخط الإيه؟ الرأسي. إذا في الحالة دي ما بكونش محتاج إن أنا أظبط أفقية الميزان 100%. ليه؟ لأن الكومنسيتور دوت بيكمل لي، بيخلي مجموعة العدسات كلها الموجودة في الكومنسيتور هنا بتتجه إلى مركز، الى اتجاه الجاذبيه، وبالتالي بتديني افقيه في خط النظر. الخط دوت وهو داخل كده، وهو داخل من عندنا هنا كده، طالع الناحيه التانيه، بتيجي هنا كده بينحرف على الكومنسيتور دوت اللي هو رايح في اتجاه الجاذبيه تماما، ويرجع تاني موازن نفسه الى العدسه بتاعتي او الشيء بتاعي اللي انا ببص عليه. اذا بيظبط لي المجموعه الداخليه كلها بهذا الشكل. ده قطاع في ميزان مزود بدائرة أفقية داخلية، زي ما احنا شايفين دائرة أفقية داخلية اهي، ودوت المنشور اللي بره من خلاله، ودوت المسار بتاع خط النظر جوه هذا الميزان. ده قطاع ربعي أو ربع الجزء، يعني بيقطع ربع الايه المنظار. ده قطاع بيوضح مسار خط النظر في ميزان أوتوماتيكي، الدائرة بتاعته دائرة خارجية، دائرة أفقية خارجية زي احنا شايفينها اهي، دائرة أفقية خارجية مدرجة إلى درجات ونصف الدرجة. ممكن أراها برضو عن طريق منظار بهذا الشكل. بننتقل دلوقتي للباب الثاني، الفصل الثالث، اللي هو عبارة عن النظرية الأساسية للأعمال الميزانية. وما ننساش برضو ان احنا ما زلنا بنتكلم على الـ indirect leveling اللي هي الميزانية المباشرة. في بعض التعريفات الأساسية الموجودة في أعمال الميزانية. نمرة واحد عندنا في مستوى سطح المقارنة اللي هو الديتم، ده اتكلمنا عليه في أول المحاضرة خالص، وقلنا عبارة عن مستوى أفقي بيستخدم لمقارنة مناسيب النقط المساحية. في عندنا سطح محلي أو افتراضي، وده قلنا بياخد القيمة زائد 10 أو زائد 100، تفترض أي قيمة، وده قلنا بيتعمل في المشاريع الصغيرة أو المحدودة. في عندنا اللي هو الخط الرأسي اللي هو الفيرتيكال لاين، اللي هو خط اتجاه خيط الشغول اللي هو اتجاه الجاذبية بالنسبة للراصد. في عندنا منسوب سطح الميزان، وده مهم عندنا، اللي هو منسوب المستوى الأفقي العمودي على خط تسامت الراصد اللي هو خط اتجاه الجاذبية. في عندنا بعد كده المنسوب او الارتفاع اللي هو الاليفيشن، وهو مقدار ارتفاع او انخفاض النقطة
عن مستوى المقارنة. في عندنا بعد كده الروبير اللي هو البنش مارك، عبارة عن نقطة، هذه النقطة بتكون طبيعية أو صناعية أنا عاملها، النقطة دي بتكون معلومة أو مفروضة بالنسبة للمنسوب بتاعها وعلاقته بمنسوب سطح المقارنة. الروبير ده بيظل ثابت طوال فترة تنفيذ المشروع، وفي عندنا روبرات موجودة على مستوى الجمهورية كلها حسب درجة شبكة الميزانية المعمولة في المنطقة. بعد كده في عندنا فرق المنسوب، وهو مقدار فرق الارتفاع بين نقطتين مساحيتين. في عندنا قراءة المؤخرة، ودي أول قراءة للقامة بعد تثبيت الميزان في وضع جديد. أول ما بحط الميزان في وضع جديد ما تنساش، أول قراية بسميها مؤخرة، تاني أول قراية بسميها مؤخرة، عكسها تماما آخر قراية بسميها مقدمة، لأن زي ما احنا شايفين دلوقتي المقدمة عبارة عن آخر قراية للقامة قبل نقل الميزان. بنكرر تاني، أول قراية هي المؤخرة وآخر قراءة هي المقدمة، عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط فيها. ما بين المقدمة والمؤخرة تبقى القامة ليها أوضاع في النص، دي بنسميها قراءة متوسطة اللي هي الانترميديات سايت، ودي القراءات اللي تبقى موجودة ما بين المقدمة وما بين المؤخرة. نقطة الدوران هي النقطة اللي بيتم عندها نقل الميزان، عشان كده عندها بيكون في قراءة أمامية للوضع الأول وقراءة خلفية للوضع التالي. زي ما احنا شايفين هنا اهو، باجي احط القامة عندي عند نقطة A، الروبير بتاعها او البنش مارك بتاعها انا المفروض عندي زائد 10، وفي قامة تانية موجودة عند نقطة B. نقطة A معلومة المنسوب، وعاوز احسب منها منسوب نقطة B. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا اهو، باجي احط القامة عند A، بحط قامة تانية عند B، بخلي خط النظر بتاعي خط أفقي. القراية زي ما قلنا أول قراية عندي في هذا الوضع بسميها مؤخرة اللي هي الباك سايت، وأول قراية عندي بسميها المقدمة اللي هي الفور سايت. قراءة المؤخرة عندي هنا 3.42، قراءة المقدمة عندي هنا 80 سنتي. إذن فرق المنسوب بين A و B اللي هي المسافة الرأسية هنا عندي، لما أخد خط هنا كده أفقي وأنزل هنا كده، فرق المنسوب بين نقطة A و B عبارة عن قراءة المؤخرة هنا اللي هي 3.42 ناقص قراءة المقدمة هنا اللي هي 80 سنتي. يبقى إذا فرق منسوب بين A و B اللي هي المسافة الرأسية هنا دلوقتي دي كده عبارة عن 2.62 متر. طيب منسوب B بيجي منين؟ منسوب B بيجي من منسوب A، لما أضيف عليه 3.42 هدينا حاجة اسمها منسوب خط النظر، أطرح منه 80 سنتي يدينا منسوب B، وده اللي احنا عملناه في الجزئية التانية هنا. أو بنقول عبارة عن منسوب A زائد فرق المنسوب بين A و B اللي هي القيمة اللي عملناها هنا، وده اللي احنا عملناه هنا، منسوب A زائد فرق الـ A المنسوب بين A و B اللي هو 10 زائد 2.62 يديني 12.62. لازم تخلي بالك إن عادة مسافة المقدمة مسافة المؤخرة بتساوي دايما مسافة المقدمة بالتقريب، يعني المسافات دايما عشان ما يبقاش في أخطاء عندنا في قراية الميزانية بنحافظ دايما على إن المنظار والميزان يكونوا في منتصف المسافة بالتقريب بين القرايتين. آدي هنا أهو سكتش بيوضح إن الميزان وهو بيتحرك، آدي خط النظر الرأس بتاعي، ده المحور الرأسي للميزان، بلاقي ان خط النظر بتاعي بيعمل لي زي دائرة افقية وهمية بتقطع القامات، كل قامة تيجي تقطعها في قراية مختلفة عن التانية حسب منسوب النقطة اللي هي واقفين فيها القامة دي، هنا قامة A وهنا قامة B، بيعمل لي زي دايرة وهمية، بقرا على أول قراية بقرا قراية المؤخرة، وعلى آخر قراية بقراها المقدمة، وعشان كده بنقول بقدر أحسب منها المناسيب، لو في نقطة معلومة المنسوب بقدر أستنتج منها نقطة تانية مجهولة المنسوب. اللي معنا في القصة دي كلها هو السطح الوهمي اللي بينتج لما بظبط رأسية المنسوب.
الميزان بتاعي عشان يديني مستوى أفقي وهم. هنا لما أكون اتجاه بعمل الميزانية بشوف هنا، ببدأ من هنا زي ما احنا شايفين، ببدأ من بنش مارك من نقطة إيه. على فكرة دايما في الميزانية بنبدأ دايما من اليسار إلى اليمين. عندي نقطة ميزانية اسمها إيه، نقطة بنش مارك اسمها إيه، روبير معلوم المنسوب عندي، وعاوز أستنتج بقية الطريق وأعرف أنا أسيبه ماشية إزاي. في الحالة دي زي ما نقول أدي عند نقطة بي، عند نقطة سي، النقط دي كلها موجودة متسلسلة، بحط القام عندها، أدي نقطة بي سي ودي وهكذا، بحط القام عندها لغاية لما بنشوف الرؤية بتبقى رؤية مناسبة معايا، وبعد كده بضطر إن أنا أعمل دوران أو نقل للميزان. طيب نمسك وضع واضح، أدي الوضع الأول للميزان، باجي أحط القام على الروبير. إذا أول قراية عندي زي ما قلنا قبل كده بسميها مؤخرة، القامات اللي في النص بسميها متوسطة، آخر قراية في هذا الوضع بسميها قراية مقدمة. الوضع الأحمر ده بنسميه الوضع الأول للميزان. طيب المسافة بعدت معايا، مش قادر أشوف القامة في الحالة دي، أو توبوغرافية الأرض تبقى عالية شوية، في الحالة دي بضطر أنقل الميزان. طب لما أنقل الميزان لابد يكون في عندي حلقة وصل، حلقة الوصل بتاعتي هي القامة الموجودة في نقطة دي. القامة الموجودة في النقطة دي ما بحركهاش، ولكن في نفس نقطتها بلفها 180 درجة، وبروح ناقل الميزان من النقطة دي، حاطه في مسافة تانية مناسبة عشان خاطر أقدر أتسلسل في الطريق بتاعي. طيب حطيت الميزان في الوضع التاني بتاعه اللي هو الوضع الأصفر دوت، وبدأت ظبطته تماما. القامة ما زالت موجودة عند دي، أول قراية عندي بتبقى مؤخرة، وبعدين باخد متوسطة، وبعدين باخد مقدمة. بكرر العمل دوت طول ما أنا ماشي. إذا اللي احنا شايفينه قدامنا مؤخرة، متوسطات، مقدمة، نفس القامة بقرا عليها مرتين، مرة قراية مقدمة ومرة قراية مؤخرة، ودي اللي احنا مسميها نقطة دوران. وبعد كده عندي متوسطة، وقد لا يكون في متوسطات على فكرة، ممكن ألاقي الميزان على طول وفي مؤخرة ومقدمة وفي مؤخرة ومقدمة. إذا حسب الوضع بتاعي وحسب توبوغرافية الأرض بتاعتي. ننتقل بعد كده للباب الرابع اللي هي الأعمال الحقلية، إزاي بثبت الميزان، إزاي بعمل ضبط مؤقت، وإزاي برصد. الأعمال الحقلية بنشوف أول حاجة عمل تثبيت الجهاز. الجهاز بيبقى موجود عندنا في العلبة بتاعته بالشكل ده كده، مع الحامل الثلاثي الموجود معاه إذا كان معدني أو خشبي. بحط أول حاجة بفتح رجل الحامل زي ما انت شايف، زي ما قلنا دي حامل متداخل، يعني الرجول داخلة ببعضها، بقدر أظبطه في وضع أفقي شوية، بثبته بالكامل في الأرض عشان خاطر ما يجرس معايا، وعشان بعد كده ما يزحلقش من مكانه، لازم أغرز في الأرض طبيعية تماما. وبتكون قاعدة الحامل قاعدة أفقية، وبخلي دايما منسوب قاعدة الحامل في منسوب الصدر او في منسوب خط النظر بتاع الرصد، يعني في منسوب الصدر اللي بيرصد كده، عشان خاطر لما اجي ما اوطيش او اخلي ظهري يوجعني من كتر ما ببص على الميزان. بعد كده خلاص رفعت الحامل كويس قوي، بثبته كويس جدا من خلال المسامير الموجوده فيه عشان ما يحصلوش بعد كده سلايدنج ويخش جوه بعضيه ويحصل ضرر للميزان اللي بقيس بيه. ادي الميزان موجود عندنا، ده المسمار بتاع الربط بتاعي، وادي القاعده بتبقى في وضع افقي الى حد ما، الرجول كلها تبقى متباعده في نفس المسافه بالتقريب، ودي قاعده الحامل بتبقى قاعده افقيه، وباجي اظبط المسمار بتاع الربط الميزان هنا اهو مع ده على طول، بثبته كويس، بقفله كويس، وبعد كده اجري عمليه الضبط المؤقت. عمليه الضبط المؤقت بتختلف اذا كان ميزان تسويه طولي او ميزان تسويه دائري. لو ميزان تسويه طولي زي اللي احنا شايفينه قدامنا هنا دلوقتي، بخلي محور المنظار موازي لاحد من مسمارين لاحد الاثنين من مسامير التسويه. تاني بخلي محور المنظار موازي مسمارين من مسامير التسويه. ببدا احرك
الإيدية الاتنين مع بعض، ودي مهمة جدا، للداخل أو الخارج. إذا بيكونوا حركة الاتنين بيخشوا للداخل أو للخارج. معاه بلاقي الفقاعة في الأول خالص، إن كانت مش متسنترة، مش في سنتر الفقاعة الطولية، بقعد أحرك في الداخل أو الخارج لغاية لما ألاقي إن الفقاعة الطولية جت بالظبط في منتصف مجراها. الخطوة الثالثة بلف الميزان 90 درجة. تبقى عندي، هتبقى لازم محور الميزان هينطبق على محور مسمار واحد من مسمارين التسوية اللي تحت. بحرك هذا المسمار يا إما للداخل يا إما للخارج لغاية لما ألاقي إن الفقاعة جت بالظبط برضه في منتصف مجراها. إذا هنا عملت زي مستوى، خطين متعامدين، واحد هنا والتاني عمودي عليه. إذا ضمنت تماما إن المستوى عندي في وضع أفقي، والمفروض لما ألف الجهاز 360 درجة تظل الفقاعة في منتصف مجراها. طيب هنا بالنسبة لميزان التسوية الدائري مش محتاج ألف المنظار، بخلي المنظار بين برضه مسمارين لمسامير التسوية، بلاقي إن الفقاعة محذوفة شمال شوية أو يمين شوية، بقعد أحرك للداخل أو للخارج لغاية لما تيجي الفقاعة في المنتصف، بس مش في منتصف الدائرة كلها، مش في منتصف الأسطوانة كلها، لا، ما بين المسمارين. إذا هنا الفقاعة عندي في منتصف المسافة بين المسمارين. بعد كده بلغي ايد وبستعمل ايد واحدة بس، احرك بيها المسمار الثالث، هلاقي ان خالص الفقاعة اتحركت من منتصف المسافة اللي بين المسمارين اللي تحت الى جت عندي الى منتصف المسافة بالظبط. في الحالة دي بيكون تم الضبط المؤقت للموازين ذات ميزان التسوية الدائري. ببدأ بعد كده، خلاص اكدت تماما الجهاز كده جاهز عندي للشغل، ببدأ بعد كده اوجه على القامة بتاعتي. زي ما انت شايف لازم اللي ماسك القائمة هشوف دلوقتي بعض الاحتياطات. هنا بقدر اقيس القياسات بتاعتي، واقدر اوجه من المنظار على القائمة اللي برصد عليها. هنا ضمنت ان انا عملت مستوى افقي تماما زي ما شرحنا قبل كده، مستوى افقي وهمي تماما عمودي على المحور الرأسي للميزان. اول ما ببص من المنظار بلاقي ان في صورة غير واضحة، دي عن طريق استخدام مسمار التطبيق اللي قلنا عليه قبل كده، بيعمل لي تطبيق للرؤية بتاعتي حسب حدة بصر الراصد. في الحالة دي بلاقي عندي الصورة بتبدأ توضح شوية، وبلاقي عندي إن في حامل الشعرات هو بيظهر معايا، دوت اللي هنسميه حامل الشعرات، دوت المستوى الأفقي بتاعي، دي شعرة الاستاديا العلوية ودي شعرة الاستاديا السفلية، دي كلها بنسميها شعرات الاستاديا. بهتم دايما بقراءة الشعرة المتوسطة، دي اللي تهمني في القصة كلها. بعد ما بساعد مسمار التطبيق على الصورة دي، بترجع الصورة توضح وتبقى عندي بهذا الشكل. بقرا قراية القامة، بلاقي إن موجودة عندي هنا المثال المذكور عندي هنا 2.99.3. تعالوا نبص بقى على القراية بتاعتنا، 2 متر ودي 90 سنتي. كل واحد من دول حرف إيه ليه؟ لأن إيه أدي سنتي، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5. إذا عندي أدي الإيه لوحدها السودة دي كلها تمثل 5 سنتي، دي تمثل 6 سنتي، 7 سنتي، 8 سنتي، 9 سنتي. طب وبعد كده؟ إذا بالتقدير بعد كده ممكن نقول والله دي عبارة عن 2.99 متر و3 ملي أو 4 ملي. آخر رقم على اليمين دوت بيرجع إلى دقة الراصد أو حسب رؤية الراصد. ادي المثال بتاعي زي ما احنا شفناه هنا، شرحناه قبل كده اهو. ادي اهو متر 10، متر 11، متر 12، متر 13، وهنا شعرة الاستاديا الوسطى بتديني القراية متر 3، متر 13 و3 من 10. ده برضه مثال لبعض القراءات زي ما احنا شايفين هنا 2.92، عشان خاطر تقدر تتجرب وتجرب بنفسك وتشوف كل قراية هنا عندي بتعني ايه. هنا زي ما انت شايف 3 متر بالظبط اللي هي عند الفاصلة بالظبط، هنا 3 متر 0.05، هنا 3 متر و5 سنتي و2 من 10 او 2 ملي، وهكذا زي ما انت شايف على الصورة بتاعتنا. هنا ممكن بقدر المسافة بين الميزان والقامة باستخدام شعارات الاستاديا. القاعدة اللي موجودة عندي ان المسافة، بقرا المسافة بين الشعرة العليا الاستاديا والشعرة السفلى،
زين المسافة بين الشعرتين العليا والسفلى، بضرب هذه القيمة في 100 اللي بنسميه احنا الثابت بتاع الميزان، بحصل منه على المسافة الأفقية ما بين القامة وبين الجهاز. فأنا هنا حطيت ووصلت لقيت إن القراية السفلى مدياني 2.94، القراية العليا مدياني 3.4، بطرح الاتنين مع بعض وأضربهم في 100 بيديني المسافة بتاعتي اللي هي 9.4 متر. بعد كده ببص على الباب التاني، الفصل الخامس اللي هو طرق تدوين وحساب الميزانية. ده يعتبر من أهم الفصول اللي عندنا. هنشوف دلوقتي احنا ازاي بنقدر نحسب الميزانية. بنقول في طريقتين عندنا لحساب الميزانية. أول طريقة اسمها طريقة منسوب سطح الميزان reduced level. الطريقة التانية بنسميها طريقة الارتفاع والانخفاض اللي هي rise and fall. في كل من الطريقتين أول حاجة بدون الأرصاد، كل طريقة ليها جدول مختلف شوية عن التاني، بدون الأرصاد في جدول الميزانية، بحسب مناسيب النقط المختلفة، وبعد كده بعمل تحقيق حسابي. تحقيق حسابي بيكون بهذا الشكل: طريقة منسوب سطح الميزان مجموع المؤخرات ناقص مجموع المقدمات بيساوي منسوب آخر نقطة ناقص منسوب أول نقطة. في طريقة الارتفاع والانخفاض مجموع الارتفاعات ناقص مجموع الانخفاضات بيساوي منسوب آخر نقطة ناقص منسوب أول نقطة. ادي طريق سطح منسوب سطح الميزان اللي هو ريدوس ليفل ميثود. زي ما قلنا خدنا مثال زي اللي شفناه بالظبط دلوقتي، بس حطينا عليه قيم للقراءات بتاعتي. دي مؤخره، متوسطه متوسطه متوسطه، مقدمه، بالنسبه للوضع الثاني في الميزان بيتكون من مؤخره ومتوسطه ومقدمة. دلوقتي في عندي وضعين هشتغل عليهم، وضع فيه 3 متوسطات ووضع تاني فيه متوسطة واحدة. طبعا بيحصل زي ما قلنا في دوران عند نقطة E، بخلي القامة زي ما هي في موضعها وبنقل الميزان من النقطة اللي كنت واقف فيه إلى النقطة التانية. في الحالة دي اللي واقف عند القامة E بيلف 180 درجة، وبقدر أوجه عليه مرة تانية من نقطة الميزان في الوضع التاني. تعالوا نبص مع بعض ايه هي فكرة طريقة منسوب سطح الميزان لحساب الميزانية. الفكرة بتاعتنا بتقول ان ادي بنش مارك عندي، نقطة معلومة المنسوب، لما بضيف عليها قراية القامة اللي عندها اللي هي المؤخرة بيديني منسوب ثابت اللي هو منسوب سطح الميزان. هذا المنسوب بقدر بعد كده كل قراية قامة عنده بيقطعها بطرحها منها بيدينا منسوب النقطة اللي أنا عاوزها. يبقى تاني عبارة عن نقطة معلومة المنسوب بضيف عليها قيمة قراءة المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان، ده مستوى أفقي، بطرح منها القيم عند كل نقطة اللي بيقطعها خط النظر، فبيديني بالتالي منسوب الايه النقطة. طيب عند نقطة E ايه اللي بيحصل؟ بقول منسوب ايه زائد قيمة المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان، بطرح منه قيمة المقدمة بيدينا منه منسوب ايه. يبقى كده خلصنا من الوضع الاولاني. برجع بعد كده الف القامة واشتغل على نقطة الدوران. اللي بيحصل عندي بعد كده، اللي بيحصل عندي بعد كده ان انا بعيد نفس الكلام، مع ايه منسوبها معلوم، بضيف عليها قيمة قراية المؤخرة في الوضع الثاني اللي هي في المثال ده 1.56 متر، بيدينا منسوب سطح الميزان في الوضع الثاني. بطرح منه القيم دي بيدينا منسوب اف ومنسوب جي. تعالوا نبص مع بعض كده نشوف التطبيق بتاع الكلام ده. أول حاجة بنفرغ الداتا اللي عندي، البيانات اللي عندي في جدول بهذا الشكل. نخلي بالنا كويس قوي إن مؤخرة كل وضع بيبدأ بمؤخرة وبينتهي بمقدمة، ما بينها متوسطات، وممكن يكون الوضع نفسه عبارة عن مؤخرة ومقدمة، ولكن كل وضع زي ما انت شايف ايديا كده لابد انها تبدأ بمؤخرة وتنتهي بمقدمة. الوضع الثاني بيبدأ بمؤخرة وينتهي بمقدمة. طيب في نقطة E خلي بالك منها كويس قوي، دي اللي بتعمل مشاكل.
دي دايما عندها نقطة وضع قراية مؤخرة وعندها وضع قراية مقدمة. نقطة إيه بالذات؟ لأن نقطة الدوران، بفرغ الداتا، بفرغ منسوب النقطة بتاعتي، وبعدين زي ما قلنا منسوب النقطة المعلومة اللي هي الروبير الأولاني عندي، بضيف عليه قراية المؤخرة، بيديني منسوب سطح الميزان. هذا المنسوب بيظل ثابت لكل هذا الوضع. نبص على الرسم كده، هذا المنسوب بيظل ثابت للوضع كله اهو. اذا منسوب سطح الميزان ده ثابت لنقطة B و C و D و E. طيب اذا تاني، منسوب النقطة زائد المؤخرة بيدينا منسوب سطح الميزان، وبعدين منسوب سطح الميزان ثابت، بطرح منسوب سطح الميزان، بطرح منه قيمة قراية المتوسطة عند B، بيدينا منسوب النقطة B. بكرر تاني، بطرح من منسوب سطح الميزان قيمة المتوسطة بتاعت C، يدينا منسوب النقطة بتاعت C. بطرح منها منسوب قيمة المتوسطة عند D، بيدينا منسوب D. بطرح منه قيمة المتوسطة عند E، بيدينا منسوب E. وهنا نقف شوية. ليه؟ لأن خلاص كده خلصنا الوضع دوت، وهننتقل للوضع التاني. الوضع التاني هنعيد فيه نفس الكلام. عندي زي ما انت شايف منسوب النقطة معروف اهو بتاعة نقطة E، وعندي قراية المؤخر اللي هي متر 56. اذا هعيد نفس الكلام، هاجي اقول المؤخرة زائد منسوب النقطة هيديني منسوب سطح الميزان في الوضع التاني اللي هو عند 22.38. تاني بنعيد نفس الكلام، بجمع منسوب النقطة زائد قراية المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان، وبعدين منسوب سطح الميزان في الوضع التاني معروف، بطرحهم من قراية المتوسطة بيديني منسوب النقطة عند B، وبعدين بطرح منسوب سطح الميزان من قراية المقدمة عند G، بيدينا منسوب النقطة بتاعت G. يبقى أنا كده حسبت مناسيب النقط، ودي أول خطوة بعملها في الجدول. وبعدين الخطوة اللي جاية بعد كده، بجمع عشان أعمل تحقيق حسابي، بجمع المؤخرات زي ما أنت شايف كده، وبجمع المقدمات، وبشوف منسوب آخر نقطة أو أول نقطة ومنسوب آخر نقطة، الفرق بينهم. بعد كده بحسب الفرق ما بين مجموع المؤخرات والمقدمات، بلاقيه هنا متر 66، بيتطابق مع فرق المنسوب بين أول نقطة وآخر نقطة، بلاقيه برضه متر 66. إذن في الحالة دي التحقيق الحسابي سليم. يبقى تاني بجمع مؤخرات، بجمع مقدمات، بشوف فرق المنسوب بين أول نقطة وآخر نقطة، لابد يكون هو نفس الفرق بين المقدمات المؤخرات ناقص المقدمات، وهكذا. طلعوا الاثنين قيمة متساوية، إذن في الحالة دي التحقيق الحسابي لهذه الطريقة سليم. ده ملخص سريع زي ما انت شايف اللي احنا عاوزين ناكدين عليه من السلايد دي، انك تخلي بالك كويس قوي ان الوضع الواحد اهو بيبدا من مؤخره وينتهي في مقدمه، ونفس الوضع الثاني بيبدا من مؤخره وينتهي في مقدمه. بعد كده عندنا طريقه الارتفاع والانخفاض، رايز اند فول ميثود. الطريقه دي فكرتها بسيطه جدا، وفي ناس كتير بتفضل تستخدمها اكتر من طريق سطح الميزان حسب الوضع بتاعك او حسب كفاءتك في الحسابات، لكن الاثنين بيؤدوا الى نفس النتيجه، الى نفس مناسيب النقط. تعال نشوف فكرتها. فكره الطريقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان كل ما خط النظره الافق الموجود عندك قطع قيمه على القامه متر 64 مثلا، وقطع قيمه على قامه تانية 2 متر واحد، تبقى اذا مين الاكبر؟ الاكبر 2-1. اذا القامه دي منخفضه في اللي موجوده بي عن اللي موجوده في ايه. اذا كل قيمه القرايه ما زادت كل ما كانت النقطه منخفضه، وده شيء طبيعي لان خط النظر دوت افقي. هنا 2-1، هنا 2-46، يعني اذا الفرق ده عن ده حوالي 45 سم. النقطه دي سي واطي عن نقطه، وهكذا. تعال نبص هنا، متر 91 ومتر 82، القراية قلت، إذا في الحالة دي النقطة
مرتفع. طب تعالى نبص مع بعض كده. إذن دي فكرة الإيه الطريقة نفسها. باجي بعمل جدول بالشكل ده، نفس الأربع خانات الأولى، النقطة المؤخرة المتوسطة المقدمة، عندي ارتفاع، خانة للارتفاع وخانة للانخفاض، وعندي منسوب النقطة. هي دي الجيفن داتا اللي عندي، هي دي الداتا اللي تبقى موجودة عندي. بدون الداتا بتاعتي نفس القصة، مؤخرات أو مؤخرة ومقدمة ما بينهم متوسطات بنفس السيكونس اللي عملناه في الطريقة اللي فاتت. وبعدين باجي أقارن تاني قراية بأول قراية، تاني قراية بأول قراية، مين أكبر؟ 2-1. إذا 2-1 النقطة B هتكون منخفضة عن النقطة A. منخفضة معناها أحطها في خانة الانخفاض بقيمة قد إيه؟ بطرح المتر 64 من 2-1 بيدينا 37 من 100، بس بحطها في أنهي خانة؟ ما تلخبطش، بحطها في أنهي خانة؟ بحطها في خانة الانخفاض. أدام القيمة دي أعلى من القيمة دي إذا بحطها في قيمة الانخفاض. طيب مقارنة بعد كده نقطة سي و بي، مين أكبر؟ سي أكبر، يبقى إذا نحطها في الانخفاض. نفس الكلام دي و سي، مين أكبر؟ الدي أكبر، إذا نحطها في خانة الانخفاض. وهكذا 3 4 من 2 77 برضه حطها في خانة الانخفاض. ده كده انتهى الوضع الأول. خد بالك من الحتة اللي جاية دي. في الوضع التاني، في الوضع التاني خلاص دي انتهى كده خلاص. في الوضع التاني بقارن قراية المتوسطة عند اف بقراية المؤخرة عند اي. مين أكبر؟ المتر 91 ولا المتر 56؟ المتر 91 أكبر من المتر 56، إذا في الحالة دي بحطها في خانة الانخفاض. هنا هلاقي الله دي النقطة الوحيدة اللي فيها ارتفاع، متر 82 من متر 91، إذا القيمة دي أقل من دي، إذا هنا عندي أحطها في خانة الارتفاع. طيب كده خلاص حسبت الارتفاعات والانخفاضات لجميع النقط مقارنة بالنقطة اللي قبلها. بعد كده بحسب المناسيب، أدي منسوب النقطة، النقطة اللي بعديها منخفضة عنها بإشارة إيه؟ سالب، يبقى 22 22 ناقص 37 من 100 هدينا 21 85، وهكذا بتسلسل نقطة في نقطة في نقطة، كل مرة ببص من منسوب النقطة إلى هل هي اللي بعدها انخفاض ولا اللي بعدها ارتفاع. إذا كان اللي بعدها انخفاض بطرحها منها زي ما أنت شايف هنا وبدأنا بيها، وإذا كان اللي بعدها ارتفاع زي الحالة الأخيرة دي بجمعها عليه، يبقى 20 47 زائد 9% بيدينا 20 56. يبقى تاني منسوب النقطة الموجودة عندي على طول بجمعها جمع جبري، إذا كانت انخفاض أو إذا كانت ارتفاع على طول وأنا ماشي انخفاض بطرحها، وإذا كانت ارتفاع بجمعها. طيب وبعدين كده خلصنا من حسابنا مناسيب النقط، أعمل نفس اللي عملناه هناك، مؤخرات مقدمات المجموع بتاع كل واحد فيهم، وبقارن منسوب آخر أول نقطة بمنسوب آخر نقطة. طلع الفرق سالب 1.66 وهنا الفرق سالب 1.66، إذا الحسابات عندي سليمة، التحقيق الحسابي للجدول سليم. نفس القصة برضه بنعمل ملخص للطريقة نفسها زي ما أنت شايف أهو، من متر 64 لتلاتة متر أربعة، من متر 56 لمتر 82. تخلي بالك دايما كل وضع بعمله على حدة، ما تدخلش الأمور في بعضها. ونقطة E بتبقى نقطة دوران مشتركة ما بين الاتنين. في حل آخر مبسط لحساب المناسيب بطريقة الارتفاع والانخفاض، الحل دوت إن أنا بحط الاتنين في خانة واحدة، بحط الارتفاع والانخفاض مع بعض الاتنين في خانة واحدة، وبعدين نفس البرنسبال واحد باجي أقارن كل نقطة بالنقطة اللي قبلها، لكن هنا بنقول إن إحنا بنطرحهم أو بنجمعهم جبريا. بنسى خالص إن دي أكبر أو أصغر، بنسى القصة اللي قلناها كلها، وبقول إيه؟ 1.64 ناقص 2.01 تبقى القيمة كام؟ سالب 37. 2.01 ناقص 2.46 بتبقى ناقص 45. 2.46 ناقص 2.77 بتبقى ناقص 31.
2 77 ناقص 3 0 4 بتبقى ناقص 27. اذا بطرحهم جبريا كل نقطة من النقطة اللي بعدها. خلصنا من الوضع ده. هنا متر 56 ناقص متر 91 يبقى سالب 35. متر 91 ناقص متر 82 هيدينا زائد 0.9. نفس اللي عملناه هناك. هنا بقى عندي في اشارات موجودة عندي. اذا بقول 22 22 على طول بطرح منها 37 ثم بطرح منها 45 وهكذا. وبعدين في الاخر خالص بجمع عليهم 0.9. اذا هي الطريقه اللي فاتت، ولكن بدل ما بعمل خانتين انخفاض وارتفاع ممكن اتلخبط فيهم، بخلي الاثنين في خانه واحده وبقارن كل قرايه بالقرايه اللي بعدها بطرحها منها طرح جبري. هنا بشوف المؤخرات، بشوف المقدمات، بجمعهم مع بعض بدينا الفرق بينهم، برضه بقارنهم بمنسوب اول نقطه ومنسوب اخر نقطه اذا تساوي الاثنين مع بعض. اذا في الحاله دي التحقيق الحسابي بتاعي سليم. دلوقتي ننتقل للباب الثاني، الفصل السادس، اللي هي مصادر الاخطاء واعمال الضبط الدائم للميزان. مصادر وانواع الاخطاء، في عندنا اخطاء طبيعيه، وطبعا دي بتكون ناتجه عن تاثير قلويه الارض. احنا بنتكلم على مستوى افقي، الارض ليست افقيه، الارض كرويه، فلا بد يكون في تاثير بسيط بيأثر على الميزانيه، ولكن ده بيكون في المساحات الكبيره. في عندنا اخطاء بسبب انكسار الاشعه الضوئيه، في عندنا اخطاء شخصيه، دي بتكون ناتجه عن عدم الدقه في اعمال الضبط المؤقت، او اخطاء في قراءه القامه، واحد بدل ما يقرا متر 39 بيقراها متر 93، اخطاء ناتجه عن ميل او هبوط القامه اثناء الرصد، واخطاء ناتجه عن الهبوط النسبي للارجل الحامل برضه اثناء الرصد. في اخطاء اليه اللي هي عدم تعامد محور ميزان التسويه مع محور الراسي، وعدم توازي محور ميزان التسويه مع محور خط النصر. دي بعض الصور للاخطاء الطبيعيه زي ما انت شايف هنا. بنقول ان الخط عندي هنا خط افقي، لكن الارض كرويه، يمكن تاثيرها بيكون قليل شويه، تدرس في الهاي ادفانتج في الدراسات العليا شويه، او بناخد تاثير انكسار الاشعه الضوئيه زي ما انت شايف. ان لما تكون بتقيس في منطقه حاره بتلاقي في الانكسار بتاع الحراره بيخش على الشعاع بتاع اللي بتبص عليه على القامة، بتلاقيه بينكسر بهذا الشكل وبيدي لك قراية غير حقيقية على القامتين اللي انت بتقيس عليهم. بالنسبة للأخطاء الشخصية زي ما انت شايف ان الراجل واقف بالقامة بتاعته، واقفة مش مظبوطة، مايلة شوية، لابد ان القامة تبقى رأسية تماما. ها زي ما انت شايف هنا لما جه ظبط القامة رأسية تماما، القراية هنا مختلفة عن القراية. دي طبعا نتيجة الميل بتاعة القامة. علشان كده بحتاج بعض الأحيان في الأعمال الدقيقة إن أنا بحط ميزان تسوية دائري، بحطه دايما خلف القامة عشان خاطر أضمن رأسية القامة، ما اعتمدش على الشخص اللي واقف مع القامة. بقول له خلي بالك تحط الميزان ده معاك وتبص عينك عليه دايما وأنت واقف عشان أضمن دايما إن في رأسية للقامة. الطرق المختلفة لتأمين الحامل أو القامة زي ما انت شايف هنا، في عندي قاعدة ثلاثية موجودة معدنية بحطها علشان أتفادى أي سلايدنج للحامل أثناء الرصد، أو حد يمشي يروح خابط رجليه في أحد أرجل الحامل يروح موقع الجهاز. فدي قاعدة ثلاثية مثلثة زي ما انت شايفها هنا أهو، بقدر أثبت فيها السن بتاع الحامل. الطريقة التانية إن في إطار بلاستيك بقدر احطه داير ما يدور كده، طوق بلاستيك بقدر انزله برضه بيمنع لي ان الارجل بتاعت الميزان تفتح وانا بشتغل. دي حاجه زي الفرمله بثبتها في ارجل الحامل عشان خاطر اضمن حاجتين، اضمن ما يحصلش سلايدنج ان الرجول دي تتزحلق، واضمن ان ما يحصلش هبوط لو انا بشتغل في ارض زراعيه او في ارض رخوه، ما يحصلش هبوط للارجل الحامل داخل الارض. انا شايف التفصيل بتاعها اهو، ودوت عباره عن قاعده للقامه
عشان خاطر برضو أتلافى أي هبوط يحصل فيها أثناء الرصد. بالنسبة للأخطاء الآلية، بقول إن قبل ما بستعمل الميزان عشان أعين المناسيب النقط، لازم أتأكد من صحة الميزان، وده لابد إن يكون في عندي حاجة اسمها الاشتراطات الدائمة. إن أنا أحقق الاشتراطات الدائمة للميزان معناها إن أنا بعمل له عملية ضبط دائم أو معايرة للميزان. في اشتراطات الضبط الدائم في علاقتين لابد يكون الاثنين متحققين. أول علاقة هي علاقة محور ميزان التسوية مع محور خط النظر. إذا كان ميزان التسوية الموجود في أو المركب على الميزان الهندسي بتاعي عبارة عن ميزان تسوية دائري، فلا بد أتأكد من توازي محور ميزان التسوية الدائري مع المحور الرأسي للميزان. توازي محور ميزان التسوية مع المحور الرأسي للميزان. في الموازين المزودة بميزان تسوية طولي، لابد أتأكد من تعامد محور ميزان التسوية الطولي مع المحور الرأسي للميزان. بعد كده بشوف موازاة محور خط النظر اللي قلنا عليه قبل كده، الخط الواصل بين مركز العدسة الشيعية وبين مركز حامل الشعرات، مع المحور الضوئي للميزان اللي هو برضو اللي هو أطلق عليه زي محور ميزان التسوية، ولكن هو الخط الواصل بين مركز العدسة العينية ومركز العدسة الشيعية. بيتم تصحيح الأخطاء دي من خلال أعمال المعايرة. أول حاجة عندي بشوف تصحيح توازي محور ميزان التسوية، تصحيح محور ميزان التسوية الدائري معايا مع المحور الرأسي للميزان. بخلي ميزان التسوية الدائري بهذا الشكل. ميزان التسوية بلاقي فيه حوالي أربع، بقى فيه حوالي مسمارين زي ما أنت شايف هنا. المسمارين دول عن طريق مفتاح ألانكي محرقهم للداخل أو للخارج عشان خاطر أجيب الفقاعة الدائرية في النص. بعد كده بلف الجهاز 180 درجة وبرجع في الناحية التانية، بلاقي المسمارين دول جم الناحية دي، بقدر أحركهم برضو يمين أو شمال عشان خاطر أضمن في الآخر خالص إن الفقاعة جت في النص. في هذه الحالة بلاقي إن حصل توازي تام بين محور ميزان التسوية والمحور الرأسي للميزان. نظريا المفروض لما ألف الجهاز 360 درجة تظل الفقاعة الدائرية في المنتصف. تصحيح انطباق محور خط النظر مع المحور الضوئي للميزان. لما بجيب ميزان من تراس الدنبي بلاقي ان المحورين دول متوازيين والاتنين كل منهم بيوازي محور ميزان التسوية الطولي. بعد فترة او تعرض الصدمات بيظل محور خط النظر مع محور ميزان التسوية متوازيين، لان هنا المنظار مثبت على القاعدة او على التراي براخ زي ما قلنا قبل كده، بينما كل الاتنين بينحرف عن الخط الافقي بسبب خطأ بيسمى خطأ الموازاة او بنطلق عليه الكوليميشن ايرور. بيتم حساب قيمة هذا الخطأ باستخدام تجربة الوتدين. هنا الرسمتين دول بيوضحوا في حالة وجود الميزان الجديد، بلاقي ان المحور الضوئي اللي هو واصل بين مركز العدسة العينية إلى مركز العدسة الشيعية الموضع عندنا باللون الأزرق، بيوازي محور خط النظر اللي هو واصل من مركز العدسة الشيعية العينية إلى مركز حامل الشعرات. الاتنين متوازيين والاتنين مع بعض بيوازوا محور ميزان التسوية. بعد فترة بلاقي إن محور ميزان التسوية بتاعي مع محور خط النظر انحرفوا بعض الشيء عن المحور الضوئي، وفي الحالة دي بقول إن الجهاز بتاعي محتاج إلى معايرة. الخطأ الموجود عندي الخطأ دوت بسميه خطأ الموازاة اللي هو موضح عندي في الآخر خالص هنا، اللي هو قيمة الزاوية المحصورة اللي بتنحرف عنها المحور الضوئي عن محور خط النظر. التشيك بتاعي أو التجربة اللي بعملها حاجة اسمها تجربة الوتادين. إيه هي تجربة الوتادين؟ تجربة الوتادين بتقول إن أنا باجي أحط في وضعين للميزان. الوضع الأول موجود عندي، بختار مسافة من 50 لـ70 متر، القامة المؤخرة والقامة المقدمة.
الفرضية بتاعتي بتقول إن أدام المسافة بين الأمتين، إن الميزان موجود في النص بالظبط، إذا في الحالة دي والزاوية قيمتها هنا زي الزاوية قيمتها هنا، إذا خط النظر هنا هيعمل عند شكل مخروط. فبقول إن في الحالة دي إن لو خط النظر أفقي أو خط النظر مايل، في الحالتين عندي فرق المنسوب بين A و B هو نفس المنسوب الطبيعي الحقيقي الموجود عندي. يعني إذا أي قراية بقراها على أما A والقراية التانية بقراها على أما B، لما بطرح HA ناقص HB بيديني فرق المنسوب اللي عندي اللي هو موضح عندي بالرسم هنا. سواء كان هذا خط النظر سليم يمثل اللون الأحمر، خط أفقي أو خط مايل. إذا قيمة فرق المنسوب هنا قيمة حقيقية. ده اللي بنعمله في الوضع الأول للميزان. طيب الوضع الثاني للميزان بيقول لي إيه؟ بيقول بروح ناقل الميزان خلف إحدى القامات، يا خلف إيه يا خلف بي. طيب الزاوية هي أدي خط النظر الأفقي الافتراضي بتاعي، وأدي الخط المنحرف اللي هو خط النظر المنحرف اللي أنا فرض إن فيه انحراف، وببص على القامة اللي عندي A وببص على القامة اللي عندي B. بعد ما عملية الضبط المؤقت ببص على الـ A وببص على B، وبحسب فرق المنسوب برضو اللي رايح عند A واللي رايح عند B اللي أنا خدتهم HA و HB في الوضع التاني. إذا كان فرق المنسوب في الوضع التاني يساوي فرق المنسوب في الوضع الأول، إذا في الحالة دي الميزان مظبوط. طيب لو الميزان مش مظبوط بقول إيه؟ بقول ده في فرضية عندي هنا ان الميزان قريب من ايه. اذا قيمة التصحيح اللي عندي ايه، الزاوية هنا صغيرة جدا، اذا هنا كما لو كنت بقيس خط نظر افقي تماما معايا. اذا في الحالة دي القراية عندي ايه اللي انت شايفها دلوقتي عندي هنا اهي، القراية عندي ايه بتساوي ايه؟ ببص انا كده على طول اهو، بتساوي القراية عندي بي زائد فرق المنسوب عند بي زائد ناقص المسافة بتاعت سي، لأن أنا قريت القامة هنا قريت عند سي. إذا سي زائد المسافة دي زائد المسافة دي، إذا بس دي عاوزة تصحيح، القيمة دي عاوزة تصحيح، هنحط عليها قيمة بلس بدل ماينس. في الحالة دي أنا قريت هنا قريت سي زائد القراءة عند بي في الوضع التاني زائد فرق الايه المنسوب. لا صح، المعادله هنا سليمه فعلا. انا بقول هنا دايما ان عندي القراءه عند ايه في الوضع الثاني اهي اللي هو الخط الاحمر ده، انا بقراش اللي بتساوي المسافه دي بتساوي ايه، اللي هي المسافه دي بتساوي فرق المنسوب الصحيح زائد القراءه عند بي اللي هي المسافه كلها ناقص قيمة التصحيح سي، وفعلا المعادلة دي سليمة. إذا في الحالة دي بقدر أستنتج قيمة التصحيح سي. كل ما طبعا صغرت سي كل ما كده محتاج الجهاز إلى ضبط قليل، كل ما كترت سي معناه إن في عندي خطأ في خطأ الموازاة قيمة كبيرة. آخر حاجة عاوزين نقولها هنا في تجربة الوتدين إن قيمة سي ممكن تبقى موجبة أو سالبة، وممكن يكون اتجاه خط النظر متجه لأسفل أو متجه إلى أعلى. يعني الزاوية دي ممكن تبقى زاوية موجبة أو زاوية سالبة، ودي بتوقف عليها قيمة سي. عشان كده هنا الإشارة ممكن تكون مرة سالبة ومرة موجبة. دوت نفس اللي عملناه قبل كده في اختصار، إن بقول أنا عندي هنا في عندي هنا قيمة اس واحد واس اتنين، المسافة بين الميزان والقامة بتساوي المسافة بين الميزان والقامة. إذا في الحالة دي اس واحد اللي هو قيمة التصحيح الأولاني بتساوي قيمة التصحيح الثاني، إذا القيمة دي بتساوي صفر. هنا بنقل الميزان قريب من إحدى القامات، في الحالة دي بلاقي إن اس ثلاثة الزاوية ثابتة، اس ثلاثة واس أربعة، اس ثلاثة لو بصفر يبقى إذا قيمة التصحيح بتاعي عبارة عن اس أربعة. بشوف القيمة دي قد إيه اللي هي قيمة تصحيح اس أربعة على المسافة كلها بتديني قيمة الزاوية، ادي اس 4 على المسافة ال بتدينا بالظبط تاني الزاوية اللي انا عاوزها. ده اللي احنا بنسميه خطأ الموازاة او الكوليميشن ايرور.
ببدأ أظبطه بعد كده في المعمل باستخدام جهاز اسمه أوتو كوليميشن أي بيس. ده بحطه قدامه الميزان من الناحية التانية، وبقدر أظبط فيه حامل الشعرات بتاعته عشان أظبط منه وأظبط منه حامل الشعرات عشان يوازي في نفس الوقت اتجاه خط المحور الضوئي للميزان بتاعي. الباب الثاني، الفصل السابع، بيشتمل على احتياطات تنفيذ وأعمال تحقيق الميزانية. احتياطات التنفيذ، لازم أتأكد تماما إن الروبير اللي بختاره يكون متأمن جيد جدا. بختار أكثر من روبير احتياطي حول موقع المشروع. يجب أن تكون المسافة بين الأمات متساوية إلى حد ما، طبعا مش قاسة بالمتر بالسنت يعني، ولكن بيكون مسافة تقريبية متساوية عشان الخطأ اللي احنا ذكرناه دلوقتي. إن المسافة بين الأمات ما تزيدش عن 50 متر حسب قوة تكبير العدسات بتاعة المنظار وحسب درجة الميزانية اللي أنا بقيسها. المسافة المعتادة من 20 لـ30 متر. بعد كده بعمل تثبيت جيد للحامل قبل الرصد بعد تأمين هبوط القامة أثناء الرصد. بضمن رأسية القامة، إن أنا بحط ميزان خلفي، ميزان تسوية دائري خلفها، بقلل تأثير الانكسار بحيث مبخليش خط النظر يبقى قريب جدا من سطح الأرض عشان أتلافى الانكسار. بختار نقطة ثابتة وجيدة، نقط ثابتة وجيدة لنقط دوران القمة. ممكن القمة تهبط أثناء ما بعمل عملية الدوران، بنقل الوضع من الوضع الأول للوضع التاني، ألاقي إن حصل عندي هبوط في القمة بتاعتي، وده بيأثر سلبيا على القرايات وبيخلي لي إن المناسيب بيديني من مناسيب غير حقيقية. أعمال تحقيق الميزانية بتنقسم أعمال التحقيق إلى قسمين، في عندنا أعمال تحقيق حسابية وفي عندنا أعمال تحقيق حقلية. أعمال التحقيق الحسابية، ودي قلناها، بيتم عن طريق الجداول اللي احنا شفناها في طريقتين اللي شرحناهم قبل كده، في اللي هي طريقة الفرق بين المقدمات والمؤخرات مع الفارق بين منسوب أول نقطة وآخر نقطة، والحاجة التانية في تحقيق أعمال حقلية. لابد ان احنا نكون عارفين ان التشيك الحسابي اللي احنا عملناه في الجدول دوت ما بيثبتليش اذا كانت مناسيب النقط اللي طلعت لي دي مناسيب حقيقيه ام غير حقيقيه. اذا دي تشيك حسابي فقط، تشيك رقمي، ولكن لابد اعمل تشيك في الحقل وانا موجود في الفيلد، اتاكد منه ان الميزانيه اللي عملتها دي ميزانيه سليمه عشان ينتج في الاخر عندي قائمه بالمناسيب اللي انا عاوز، صحيحه اللي انا عاوز اهدف اليها. ده بيتم عن طريق 3 خطوات او 3 اجراءات، اي واحده فيهم بتكفي. اول حاجه بعمل ميزانيه مزدوجه، ان بروح من مسار وبرجع من نفس المسار ذهابا وايابا، يعني بعمل ميزانيه ذهابا وايابا. او الحاجه الثانيه، انا بعمل ميزانيه مقفله، يعني بروح من مسار من نقطه A لنقطه B وبرجع من مسار اخر من نقطه B لنقطه A. الحاجة الثالثة، إن أنا بعمل ميزانية بالنقطتين معلومتين المنسوب، ببدأ من نقطة معلومة المنسوب روبير زائد 10، بكون عاملة من قبل كده، وأكون مسلسل منه المنسوب تاني زائد 20، وأشوف النقط البيانية، بتأكد في الآخر خالص هل أنا وصلت لنفس المنسوب دوت ولا لأ. في الـ3 مسارات دول أو في الـ3 طرق دول بتأكد تماما إن لو الخطأ القفل اللي حصل عندي اللي هو بداية ونهاية بيساوي صفر، إذا في الحالة دي الميزانية حقليا مظبوطة. إذا لم يتساووا بيدينا حاجة اسمها خطأ القفل، ودوت ليه حدود تتوقف على درجة الميزانية. درجة الميزانية عبارة عن شبكات معمولة على مستوى الجمهورية، في ميزانية درجة أولى، ميزانية درجة تانية، ميزانية درجة تالتة، ميزانية درجة رابعة. الدرجة الأولى طبعا معمولة بموازين دقيقة أو موازين جوديسية زي ما قلنا قبل كده، ودي حدود الدقة بتاعتها 4 مليمتر جذر كي، حيث كي طول الميزانية. أكثر درجات شيوعا واستخداما هي ميزانيات الدرجة الثالثة اللي بنشتغل فيها في كثير من المشروعات الهندسية، ودي الدقة بتاعتها أو حدود الخطأ بتاعها 12 مليمتر جذر كي. طيب يعني 1.2 سنتي لكل كيلومتر. طب إذا زادت قيمة الخطأ عن هذا، جيت قفلت من منسوب ورجعت المنسوب تاني، ابتديت الفرق بتاعي أكبر من كده، في الحالة دي لازم أدور على سبب الخطأ، أشوف فعلا أنا منزل القيم صحيحة في الجدول ولا لأ. هل أنا وأنا بنقل من الجدول للحاسب بتاعي بدل 1.93 عملتها 1.39؟ كل الأخطاء دي كلها أحاول أبص، إذا ما تلاقيش في سبب لهذا
الخطأ الكبير الموجود عندي اللي بيزيد عن الحدود المسموح بيها. في الحالة دي بضطر إن أنا بعمل إعادة للأعمال الحقلية للميزانية. الباب الثالث هنتناول فيه بصورة مختصرة اللي هي الطرق الغير مباشرة لقياس المناسيب. احنا خدنا الطريقة المباشرة لقياس الموازين اللي شرحناها قبل كده، دلوقتي هناخد indirect leveling، يعني بحسب مناسيب بطرق غير مباشرة زي الميزانية المثلثية. دي بنقيس فيها مسافات أفقية وزوايا رأسية، بستخدم الـ to delete أو محطة الأرصاد اللي هي total station عشان أحسب فروق المناسيب. الطريقة دي تبقى مفيدة جدا في لما أجي أحسب مناسيب الارتفاعات في المآذن، في أطراف الأنهار، في المناطق الجبلية، في أي حاجة مسافتها بعيدة والاتنين مش على مستوى واحد. الميزان مش هيساعدني نظرا لدقة العدسات بتاعته انه يقدر يجيب المسافة دي كلها، فبضطر ان استخدم الميزانية المثلثية. طبعا عارفين الميزانية المثلثية دي هيكون دقتها اقل من الميزانية التقليدية بتاعتنا اللي هي الميزانية الدايركت ليفلنج بتاعنا، ولكن ميزتها ان هي بتكون سريعة واقتصادية. دي اجهزة الميزانية المثلثية، ده الميزان، ده التدليت، ودي محطة الرصد المتكاملة، دول سبق شفناهم قبل كده في المحاضرة دي. ودي قياسات الميزانية المثلثية، ادي التدريب بتاعي او توتال ستيشن بقيس الزاوية الرأسية اللي هي الفا، وبقدر احسب منها مسافة اتش، وبقدر اشوف منها فرق المنسوب اللي هو في، فرق بين خط النظر والقراية بتاعتي، وبقدر اتسلسل في حساب المناسيب. ودي بإذن الله هناخدها في التفاصيل في السنة القادمة. الميزانية البارومترية، ودي توجد علاقة عكسية بين الارتفاع وقيمة الضغط، كلما زاد الارتفاع بيقل الضغط، عشان كده ممكن استخدم الضغط الجوي كريفرنس ليا ان انا اقدر استنتج منه المناسيب او فرق الارتفاعات ما بين نقطة وبين نقطة اخرى. بستخدم الحاجات دي او بقيس الضغط الجوي باستخدام بارومتر زئبقي او بارومتر معدني او بارومتر رقمي. بقيس الارتفاعات عن سطح البحر، نفس الأجهزة دي بتبقى موجودة في داخل الطيارات، وبقيس الارتفاعات عن سطح البحر باستخدام جهاز اسمه جهاز الألتي ميتر. طبعا دي تعتبر طريقة استكشافية لأن الدقة بتاعتها مش عالية قوي، لكن بتديني فكرة مبدئية أو استكشافية عن فروق المناسيب بين النقط وبعضها. دي الأدوات، ده البارومتر الزئبقي، وده الرقمي، ودوت اللي هو الديجيتال العددي. بعد كده بننتقل الى الميزانيه الهيدروستاتيكيه، ده النوع الثالث من الاندايركت ليفلنج، ودي طبعا ابسط الميزانيات اللي كانت بتستخدم من قديم الازل. زي ما احنا شايفين عباره عن خرطوم ميه شفاف، عشان كده بيطلق عليه ميزان الخرطوم باللغه الدارجه بتاعتنا. بلاقي ان بيحصل فيه نتيجه للاواني المستطرقه بيظل منسوب الميه في الناحيتين او منسوب السائل في الناحيتين قيمه ثابته. هنا زي ما انت شايف بقدر اتسلسل منه، بيفيدني جدا في الاعمال اللي بحتاج فيها مناسيب سريعه، دقته عاليه جدا على فكره. بقدر استفيد منه في ان انا بعمل بيه الشدات الخشبيه في الاسقف، بستلم منه مناسيب على شربات على الاعمده، بس بيفيدني جدا في كثير من الاعمال الهندسيه في الطبيعه. هنا هو زي ما احنا شايفين احد العمال في الطبيعه بينقل الشرب من مكان لمكان اخر بنفس المنسوب ده، واقف هنا ماسك القلم بتاعه او ماسك العلامه بتاعته، وانا ماسك العلامه بتاكد تماما ان المنسوب ده بيساوي المنسوب دوت. نفس الكلام هنا اهو، بينقل المنسوب عن طريق ميزان الميه. هنا حاطط ماسوره زجاجيه عاليه، هنا ماسوره زجاجيه عاليه برضو، الناحيه التانيه دي على ارض منخفضه، دي على ارض عاليه، عشان هنا ار 8.5 وهنا 14.5، طبعا دي بالبوصه، إذا فرق المنسوب ما بين الاثنين عبارة عن 6 بوصة، يعني النقطة دي أوطى من دي بحوالي 6 بوصة. بعد كده الجزء الرابع اللي هو استخدام أجهزة استقبال الأقمار الصناعية اللي هي الجي بي إس. طبعا دي تدينا الارتفاعات على سطح بنسميه سطح الإليبسويد. في الأعمال الهندسية المحدودة ما بيكونش مفيد جدا، ولكن بيفيدنا في الأعمال الهندسية المساحات الكبيرة، وبيدينا برضو فكرة مبدئية عن المناسيب لانها بحتاج الى برامج مساحيه تحول لي الارتفاع اللي بيطلع من هذا الجهاز الى الارتفاع الحقيقي عن سطح البحر في هذه المنطقه.
التطور بتاعه شويه، او اللي ماشي معاه شويه الاكثر دقه شويه، اللي هي اجهزه الاستاتيك الجي بي اس، واكثرهم تطورا اللي هو جهاز التوتال ستيشن ومزود عليه جي بي اس من اعلى. بعد كده بناخد فكره عامه عن ادوات الموازين البسيطه في اعمال الهندسه المدنيه والمعماريه. بنبدا بميزان التسويه الطولي اللي هو الفقاعه الطوليه، السبريت اور تيوب ليفل. ده بيتكون من فقاعه مائيه، بستخدمه عشان اظبط بيها الاسطح الافقيه بتاعتي. لابد ان اتاكد تماما ان عشان اشتغل بهذا الميزان لابد احطه على مستوى شبه افقي، وبعد كده ببص على المسافه المحصوره بين الخط الاحمر وما بين الخط دوت، وهنا وهنا. بعد كده بلف ميزان التسويه 180 درجه على نفس المكان على نفس المستوى، وبشوف المسافه دي تاني. اذا المسافتين دول متساويتين، خط النظر ما اتغيرش عندي، اذا في الحاله دي ميزان التسويه افقي تماما. اذا ما كانش كده، اذا الميزان غير سليم ويرفض استخدامه. اذا ايا كانت المسافه دي، مش لازم يكون المسافتين متساويتين، ايا كانت المسافه دي وايا كانت المسافه دي، لما الف 180 درجه بلاقي الوضع بينعكس تماما. اذا الوضع انعكس تماما يبقى اذا الميزان مظبوط. اذا الوضع لما ينعكس وحصل فيه اختلاف، اذا في الحاله دي الميزان غير دقيق ولا يمكن استخدامه. دي بعض اشكال الموازين السبيريت ليفل اللي احنا شايفينها ممكن يكون بهذا الشكل، في بيدي افقي وبيدي راسي، في اكثر من مستوى، وهنا نفس الكلام. بعد كده في عندنا ميزان المعمار او ميزان النجارين، ده عباره عن سبيريت ليفل ويضاف عليه زي اده معدنيه او مسطره معدنيه عشان خاطر اطول المسافه بتاعته. في منه اطوال مختلفه زي ما انت شايف اهو، هنا بقدر اظبط منه المنسوب، بظبط منه الافقيه، اسف مش المنسوب، بظبط منه الافقيه. انا بحطه على قد خشب كده، بقدر اطلع هنا واطلع وانزل من هنا، وبقدر اظبط فعلا هل المستوى دوت افق ولا لا. ماشي. دوت النجارين في كثير من الاعمال، بالذات النجارين الشدات الخشبيه، بيستخدموه اكثر الاجهزه استخداما او اكثر الادوات استخداما معهم. في منه بيصنع زاويه 45 درجه، يعني ممكن يدي لك تعمل تشيك على المستوى الافقي، يعمل تشيك على المستوى الراسي، وفي حاجة تانية ممكن تعمل تشيك على زاوية 45. ادي الاشكال المختلفة بتاعته، في منها بعضها مدرج وبعضها غير مدرج. بعد كده في عندي ميزان التسوية الدائري زي ما انت شايف اللي هو البابل ليفل دوت، نفس الكلام برضو. اذا قلنا بنحطه على مستوى افقي ولا في 360 درجة، لابد ان الفقاعة تفضل في النص. اذا الفقاعة ما فضلتش في النص في الحالة دي، اذا الفقاعة محتاجة الى تغيير او فضلت في وضعها زي ما هي، مش لازم تفضل في منتصفها تماما، ولكن لو لفتها كلها فضلت في موقعها وعلاقتها حوالين الدائرة اللي حواليها واحدة، اذا في الحالة دي الفقاعة مظبوطة. دوت ميزان بقيس منه رأسية الأعمدة نسميها البوست ليفل، ودي بحطه على زاوية 90 درجة. ممكن اقيس بيه خط، يعني بيبقى ممكن الاتنين مفتوحين مع بعض زي الباب كده، وممكن يبقى الاتنين واخد زاوية الركنة حرف ال، ها بقدر اتأكد من رأسية الأعمدة من خلال هل فعلا العمود رأسي، بقدر أحرك العمود يمين أو شمال. ده بستخدمه في استقبال الأعمار الصناعية، في الأطباق بتاعة الأعمار الصناعية، وفي أي حاجات رأسية عندي بقدر أتحقق منها، أو في النجارة الخشب أقدر أستفيد منها في التيست بتاع رأسية الأعمدة. ده ميزان الخيط، لما يكون عندي فيه خيط وعايز أتأكد إن الخيط أفقي ولا لأ، بعلق فيه ميزان تسوية طولي بهذا المنظر عشان خاطر أتأكد تماما إن هذا الخيط خط أفقي تماما. وقت اقدر ان انا كنت عاوز اقيس منه قياسات او اخد منه مناسيب، بيساعدني جدا في ميزان التسويه الطولي في اداء هذا العمل. دوت البلمب ليفل اللي هو ميزان خط الشهور، وطبعا ده من اكثر الادوات استخداما. دوت بقدر اتاكد من رأسية اي حاجه عندي، رأسية المنشآت، اي هدف عندي عاوز اقيسه، رأسية المنازل، بنزل خيط شغول. خيط عباره عن ثقل معدني، الخيط دوت نتيجة الثقل المعدني بيتجه ناحية الجاذبية، وبقدر أتسلسل منه وأقدر أعرف الميل الموجود عندي في المنشأ أو في الميزان عندي قيمته قد إيه، بقيمة الانحراف بين الخط وبين المبنى اللي عندي. وطبعا ده مستخدم من أيام عهد المصريين القدماء. بعد كده في ميزان يدوي اللي هو الهاند ليفل، دوت بيعتبر عن ميزان بيحتوي على عدسة عينية وعدسة شهية، طبعا قوة تكبيره مش كبيرة، ولكن بيكون كافي جدا للاعمال البسيطه عشان اقدر اعمل ميزانيه في الطبيعه سريعه، واقدر اعرف المناسيب بتاعتي ماشيه ازاي.
دوت ميزان ليزر خطي، ده بيدينا خط ليزر بقدر اشتغل بيه، يقدر يديني احسب منه او اقيس منه الاسطح، بعمل سقف معلق، بعمل اي حاجه، بعمل خطوط افقيه، بيديني خط افقي على طول تماما او خط مايل في اي اتجاه، وبقدر اخد النقط كلها علاقتها بهذا الخط. اذا بيديني خط مستقيم تماما اقدر اشتغل منه، اطلع وانزل منه اي مسافه انا عاوزها. دوت ميزان الليزر اليدوي. دوت عباره عن ميزان ليزر بيركب على حامل ثلاثي خفيف كده، عليه مثبت من فوق ميزان تسويه طولي، ده برضه بيديني زي مستوى افقي، طبعا دقته مش زي دقه الاجهزه اللي فاتت، ها، ولكن برضه بيديني حركه سريعه بقدر اعرف منها بالظبط، او بيديني مستوى افقي سريع اقدر اتسلسل منه واعرف الايه المستوى بتاعي عندي ماشي ازاي، اذا كنت بركب سقف او بركب اي منشأ هندسي محتاج للضبط الافقيه بتاعته. بنشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى بإذن الله لو في أي ملاحظات أو تعليقات إنك ترسلونا على الإيميل سعيدمغربي@yahoo.com، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.